مجموعة من الفنانات الدكاترة والمعيدين اللي بيدرسوا في كلية فنون جميلة قسم تصوير، جمعوا نفسهم من 4 سنين وابتدوا يعملوا معارض جماعية. كل فنانة بتقدم موضوع مختلف عن التانية، سواء من ناحية الحياتية أو الإنسانية أو التجارب الشخصية اللي تخصها. في اللي مقدم شغل مزايكو، في اللي مقدم شغل زيت. لقيت مشاريع الجامعة وابتديت أفتحها أبص فيها، لقيت إنها ممكن تحكي حكايتي. واحدة فيها البيت الزوجية والأم وأولادي، واحدة كانت رابطة المهندسين العرب، واللوحة دي فيها أنا في اختيار، في يعني ما بين إن أنا أكمل أبقى مهندسة بس ولا أبقى مهندسة ومعايا الفن. اللوحة دي أصلاً معمولة بإنك اللي هو الحبر. أنا اشتغلت على المشاريع بقى بألوان مية وأكريليك وحبر وفي حتت باستيل شمع، فيعني هي مالتي ميديا تعتبر. أنا هنا في اللوحات بتاعتي اشتغلت بالإزاز والمزايك. أيام دراستي كنت بسافر كل يوم للقاهرة، فالمنظر ده طبعا في ذاكرتي، اللي هو بشوف دايما من القطر او من المواصلات ان هو في منظر طبيعي دايما بشوفه. انا بتكلم عن قضيه تخص قضيه المراه، هي ست حقيقيه حققت رقم قياسي يعني في موسوعه جينيس. المفروض انها خلفت 44 طفل، مات منهم 6 اطفال وفاضل منهم 38 طفل. في اللوحه بعض الرمزيات والمجازيات، زي ان انا مثلا مبدله راس المراه بارنب، حاطه لمبه جاز مكسوره دليل عن الجهل والظلام العقل يعني، طفل متوفي على ايديها، في بطنها مفتوحه وطالع منها زرع ميت، ان البطن ولاده بس الخلفه كتير، مش ده احسن حاجه. بنشجع بعض، بندي لبعض الفرصه ان احنا نعرض مع بعض، نعبر عن نفسنا، عن رؤيتنا، عن تجربنا الحياتيه، عن المراه عموما. هنا كنت بتكلم اكتر عن الطبيعه، رؤيتي التجريديه بين الصباح والمساء، رؤيتي للصباح عامله ازاي، المساء عامله ازاي. جمعية مصورات فنون جميلة هدفها كان عظيم جدا، يعني فكرة ان الأساتذة بتوع الجامعة، الأستاذات بتوع الجامعة اللي بيعلموا الناس الفن، ازاي ما يمارسوش هما كمان هوايتهم وتبقى في معارض، ازاي ما نبقاش ايد واحدة ونستمتع بده بعيدا ان احنا بنتقابل بس في أروقة المكان اللي بندرس فيه. فكرة عظيمة، لكن نجحت 4 سنين في انها تعمل معرض خاص جدا للفنون اللي بتخرج من عندهم، وفنانات كمان بدأوا ينضم لهم. السنة دي المعرض اسمه رؤى ممتدة، هو بدأ الاسبوع اللي فات من كام يوم وقاعد لحد يوم 29 الشهر اللي احنا موجودين فيه. بننصحكم كلكم تتفرجوا، لان الاعمال زي ما انتم شايفين اكتر من رائعه. ضيوفنا هنا في الاستوديو اللي هنتكلم معاهم عن المعرض ده وعن الافكار اللي ورا الصور والست والمراه ووجودها في الصور دي، هم بصراحه فخوره بيهم جدا. معانا الدكتوره زينب نور، فنانه بصريه واستاذ بكليه الفنون الجميله جامعه حلوان، منورانا جدا دكتوره زينب. ومعانا الفنانه التشكيليه امنيه محمد سيد، منورانا جدا امنيه. ومعانا الاستاذه منى رفعت، فنانه تشكيليه ومدرس مساعد بكليه فنون جميله، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب، يعني الفن وان انا اخرج الفن للنور حاجه جميله جدا، لكن الفكره ورا ان انا اقول الست، انا وقفت قدام حاجه مهمه قوي الحقيقه استاذه دكتوره زينب، هي انك قدمتي الست بكل جوانبها، بمعاناتها في اكتر من مره. الصوره عندك بتتكلم وبتقدم حكايه. الست فعلا بيتعبر عنها صح في الفن، ولا احنا محتاجين ترابط زي اللي احنا فيه ده عشان نقدم الست في الاعمال الفنيه، سواء كفنانه او كعنصر فني؟ هو بس خليني اوضح حاجه في البدايه، انه الشغل الفوتوغرافيا اللي هيتعرض دلوقتي ده مش معروض في المعرض الحالي بتاع مصورات فنون جميلة. ده. ايوه، ده فوتوغرافي، ده في معارض خاصة بيا كان لسه الاسبوع اللي فات برضو. انا شغلي اللي معروض في مصورات فنون جميلة مش فيمينست، مش نسوي، يعني متاح. موضوعات مختلفة. الفكرة بتاعت مصورات فنون جميلة انه احنا كسيدات اولا وبندرس في كلية فنون جميلة، احنا اوريدي كل واحد له نشاط فني، كل واحده بتعرض في حته وبتعمل شغل بينتينج او ميورال بينتينج او ايا كانت التقنيه او الاتجاه بتاعها الفني.
بس الفكره ان احنا مشغولين قوي بالتدريس وبامورنا الشخصيه، فالوقت معانا ضيق جدا. فيعني كنا في رحله دكتوره نهاد خضر ودكتوره فيروز سمير وانا، كنا في رحله الاقصر واسوان تبع الكليه، فهم فكروا دكتوره نهاد ودكتوره فيروز في حاجه عايزين يعني نعملها لينا بحيث ان احنا نشجع بعض ويبقى في ايفنت سنوي يعني نشتغل عليه. ونجحت وانا كنت سنة معاهم. فالحمد لله يعني تم تاسيس الجماعه، وهي مكونه من استاذات زي ما قلتي حضرتك قسم التصوير لفنون جميله. كل سنه بنعمل معرض الحمد لله، دي رابع سنه، السنه دي في بيكاسو ايست، والعنوان زي ما حضرتك قلتي رؤى ممتده. الفكره انه الفكره بتاعتنا انه ما يبقاش في فكره موحده، هو ده جمال الموضوع، ان احنا ندي لكل واحده حريتها انها تعمل هي عايزاه. الابداع الفني اللي هي حابه تقدمه السنه دي ايه زي ما كان بالظبط يعني، بس ما بقتش خلاص مقتصره العروضات دي او المعارض دي على الاستاذات بتوع الكليه، بقينا ينضم لينا فنانات اخرى. لا لسه ما انضمش لينا فنانات، احنا بس بينضم لينا يعني الانسات الصغيره اللي لسه داخلين كمعيده، يعني لسه متخرجه وتعينت معيده، فاحنا عندنا دماء بتتجدد يعني في للجمعيه ولا للمعرض؟ للجماعه. للجماعه. والمعرض بيشارك فيه؟ المعرض كلنا يعني صف يعني هيئه تدريس في كليه فنون جميله جامعه حلوان. عظيم. زي ما الصوره بتقدم حكايه، الرسمه كمان بتقدم حكايه. الخمس مراحل اللي انت قدمتيهم في الرسومات بتاعتك ليهم معنى ومدلول مرتبطين بتجربه معاكي امنيه، صح؟ طب بتحكي لنا شويه عن التجربه الاول اللي طلعت الصور اللي هنشوفها دلوقتي اللي ابدعتها امنيه وموجوده في المعرض. كنت شغاله على عنصر، او كنت قرات ان كل تجربه نفسيه صعبه او كل ازمه البني ادم بيمر بيها، موت شخص عزيز، حادثه صعبه، ايا كان، لازم يمر بخمس مراحل عشان يقدر يتخطاها. فأنا اشتغلت على التيمة دي ببعد فلسفي شوية كذا مرة، يعني عملت معرض شخصي ليا اسمه كان مراحل محاولات البقاء الخمس، برضو كنت شغالة فيه على نفس التيمة دي، كل لوحة يعني بتقدم مرحلة منهم. وقدمت هنا في المعرض بتاع المصورات جزء من البورتريهات بتاعتي اللي هم الخمس لوحات اللي انا اشتغلت عليهم اللي هم خمس مراحل للحزن. طب ممكن تقولي لي ايه التجربه اللي كنت حابه تطلعي منها؟ اذا تحبي تشاركينا يعني. كنت يعني مريت بتجربه صعبه في 2016، كنت عملت حادثه، وكنت هي البورتريهات اللي انا مقدمها في المعرض كنت شغاله على الورق بتاعي بتاع التقارير اللي بتطلع في المستشفى عن المرضى. فأنا كنت قعدت في المستشفى شهرين ونص، وخرجت منها معايا كل التحاليل والملفات وكل حاجة. فكنت يعني كنت في البيت لما وصلت، يعني ان هو انا هعمل ايه بكل ده. فكنت يعني عملته كأنه عندنا في الفن بنشتغل طريقة اسمها الكولاج، اللي هو بنستخدم عناصر وكلمات ومع اللوحة وصور ونعيد إنتاجها تاني في لوحات نطلع بيها عمل جديد. فأنا كنت بعمل البورتريهات دي ليا الحقيقة كدراسات ليا، إن هو زي التمارين اللي بيعملها أي فنان أو أي كاتب أو خلينا نعرض الصور مرة تانية يا جماعة في خلفيتنا كمان. أيوة. فاشتغلت البورتريهات بتاعتي على الورق ده، فكان من ضمنه برضو ورق يعني مذاكرة برضو يعني، فمختلط الاثنين. كنت بتهزمي الحالة النفسية اللي بتمر بيها مع كل رسمة بتعبري فيها، فبالتالي انت قلتي اني عشان اتعافى من شيء لازم نعبر عنه بشكل فني، ده بيساعد صح؟ ده ساعدك؟ يعني كنت عايزة طبعا انه عايزة اقول لنفسي انه لا، انا قعدت في المستشفى شهرين، وبعد كده رحت للعلاج الطبيعي قعدت 6 شهور، وبعدين يعني المرحله كانت صعبه، قعدت سنه متوقفه تماما. فكنت عايزه انه ارجع تاني، انه اقول لنفسي انه لا، هنقدر نتخطى ونعدي ده. وحتى الورق ده نفسه اللي كان صعب والنتائج في التحاليل بتاعتي صعبه، لا نقدر نطلع منه حاجات. هي كانت انا اقوى وانا فوقيها. كان شغل شخصي ما كنتش قصدي اني اشاركه، بس بعد كده لما يعني الناس شافته وقالت لي انت ليه ما تعرضيش ده،
فبدأت بقى ان انا اعرضه واشارك في معارض وفي قصر الفنون صالون الشباب، تعرض بكذا شكل وكل مرة بشتغل على فكرة جديدة. طب طمنينا، ساعد وساهم الموضوع في انك بقيتي احسن الحمد لله على الاقل نفسيا بدأتي تتعاملي مع الموضوع؟ اكيد طبعا، ما يعني اكيد ساهم بشكل كبير، يعني انه انا مع نجاح المعرض ده وكل برافو هتتقلك عليه، انا اعتقد من الالم بيطلع دايما النجاح. عارفين القوة الحقيقية بجد بتتولد من الألم. سمعت شخص كبير جدا جدا في العالم العربي بيقول في حاجة اسمها نعمة المعاناة، إن أحيانا بالجد على قد ما بنقاوم على قد ما بنكبر. معانا كمان منى. منى هي حالة فنية متفردة بالصبر. لو حد بتاعتك يعني فيها أشكال وألوان من الحالات والمراحل والحكايات اللي بتعملها الستات في حياتها اليومية، مين أبطال القصص اللي هنشوفها دي؟ هم أبطالهم ولاد يعني أفراد عيلتي حقيقي؟ اللي هم ولاد خالي، بنت خالتي، بنت أختي. كل واحدة ليها مرحلتها. يعني مثلا بنت أختي في مرحلة مراهقة كانت يعني في لوحة عرضة فيها أي واحدة فيهم بس عشان أتعرف عليها؟ اللي هي اللوحة دي بنت خالتك اللي بتحط فيرني في هي مرحلة مراهقة، فاللي هو بقى إيه بدأت أحطها في الموضوع بتاعها. خلي الصور معانا يا أساتذة شوية أرجوكم. أيوة هي عامة أنا كنت بتناول المرأة المصرية وهم كلهم ليهم طابع مميز، ده يرجع لتأثير عندي متأثرة بالفن المصري الحديث، وده يرجع لأسرتي. أنا من أسرة فنية، والدي الله يرحمه يعني خريج فنون جميلة اسكندرية، وكان أساتذته سيف وأدهم ولي، فكان دايما بيحكي لي عنهم وبيفرجني على لوحهم وعلى صبري راغب، وكان خلاني أعشق بقى الفن المصري بقى، وازاي هم رسموا المرأة وتناولوها ازاي في مواضيعهم والمواضيع الشعبية زي محمود سعيد مثلا، بنات بحري والمواضيع دي. فانا بقيت بلجأ ان عايزة ارسم الست المصرية في حالتها الطبيعية، تعمل ايه في حالتها الطبيعية وفي العادات والتقاليد بتاعتنا. طب انا لاحظت انك بتلجأي دايما للصورة المنعكسة، بمعنى انك بتحبي المرايه كمان، بتحبي ليه؟ بيعبر عن ايه في حياتك؟ بتعكس الشخصيه من جوه، بتعكس تعبيراتنا، وغالبا المراه المصريه دايما يعني بتحب تقعد قدام المرايه كده. مش ان الست احيانا بيبقى ليها وجهين، وجه خفي ووجه معلن قدام الناس في مجتمعاتنا، بمعنى ان انا قدام الناس ببقى عندي شخصيه وكاركتر، وفي البيت ببقى بتحول لشخص تاني ابسط. ممكن لان هو في لوحات انا بسيبها بتبقى في الظهر في حاجه وفي مرايتها في حاجه تانية، وده بسيبه بقى للمشاهد المتلقي بقى، هو بيتفاعل مع العمل الفني يشوف بقى. انا بس عايزه اقول لكم ان الاستاذه منى صاحبه جوائز ومسيره من الجوائز مشرفه جدا بصراحه، يعني اعمال مبدعه وبصراحه بنفتخر بيها. هرجع لحضرتك تاني دكتوره زينب. فكره في الاتحاد قوه دي حاجه عظيمه قوي، لكن في الفن كمان قوه خفيه الناس محتاجه تشوفها من قريب. لو قلت لك تلخصي لي بتحسي بايه بعيدا عن قاعات الدراسه وعن الحياه العمليه دي، وانت بتاخدي الصوره بعينك انت بتحسي بايه؟ بتغذى غذاء يعني وجداني، انه الانسان في غذاء روحاني، في غذاء عاطفي وجداني عقلي، فالفن يعني غذاء وجداني، بيعمل نوع من انواع ستابيليتي للانسان، التوازن. لو واحد كل حياته علم او مذاكره او شغل، مفيش اي لمسه فن في حياته، هتلاقي يعني سلوكه جاف، مش مطفي كمان، مطفي مش يعني هو عشان تعرف اي بلد دور على فنها يعني عندك بيبقى حق. وبيعمل زي المكنه يعني. طب الستات دول يعني انا شايفه ان كل لقطه حكايه. يعني كل صوره من دول انا اتصور ان ممكن حد اي حد هيشوف اي صوره من دول، او الست اللي ورانا اللي شايله الحاجات ورا جوزها على البتاع، او البنت اللي جنب السبح، او البنت الصغيره، كل حد هيتصور فيه حكايه في دماغه عن كل صوره من دول. انت بتبقي شايفه الحكايه؟
شوفي، هو انا ده شغل فوتوغرافيا وانا ده بره التخصص الاكاديمي، ولكني يعني عندي شغف بالفوتوغرافيا. عملت اكتر من معرض، وكل معرض بيبقى له تيمه او موضوع عام، وجواه الكادرات بتبقى طبعا متنوعه. فيعني مثلا الاثنين دول، ده دي سيده فرنسيه كنت قضيت 6 شهور في فرنسا وعملت سيشنز يعني تصوير مع سيدات فوق سن 60، وكان كل واحده بتحكي حكايتها او قصتها وهي وانا بصورها، بس كان في قبلها علاقه يعني من الصداقه اتوطدت، مش مجرد موديل، علاقه قديم. انسانيه بدات بينكم فبدات تعبري بيها كمان بالظبط. ورجعت مصر عملت نفس السيشنز دي مع ستات مصريات وهتبقى موجوده في صور تانية. فده كان معرض اتعمل في متحف محمود مختار وكان اسمه حكايتها. ودول ده كان عمل مستقل بذاته، على فكره دي زميله الفنانه اسماء النواوي، صديقه عزيزه، ودي يعني واضح طبعا انها طفله. وده العمل ده كان اصلا يعني فكرته مناهضه او يعني الختان، ضد الختان، ختان الاناث يعني. ودي سلسله على الطريق، يعني انا بحب قوي ان انا اصور في الشارع الناس على طبيعتها في المواقف بتاعه كل يوم. فاستوقفني طبعا حياه الستات من خلال الشارع، عالم يعني رهيب. وبعدين ده خلاني برضو ان انا اقرب قوي للست العادية اللي هي الكادحة، هي دي اللي انا بلاقي فيها حقيقة اللي انا عايزة اقوله. يعني هو وشها لوحده في الكادر ده بالشكل ده بالقعدة دي معبر عن قصة حياة كاملة. طب أمنية، قبل ما تدخلي في فترة انك تستخدمي الأوراق اللي عليها تحاليلك ومطبوع فيها التقارير الصحية بتاعتك، اللي هي بالتأكيد كانتش بتسعدك أبدا في الوقت اللي انت بتعاني فيه صحيا، لأنها تكون دليلك للتعبير عن المراحل اللي بتمر فيها نفسيا، كانت حياتك الفنية شكلها ايه؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت لسه متخرجة من فنون جميلة دفعة 2014، كنت مهتمة ان انا عملت مشروع تخرجي، او انا كنت مهتمة اصلا باطفال داون سيندروم، وكنت عملت مشروع تخرجي عنهم. وبعدين بعديها مثلا بعد ما اتخرجت اتعينت في الكلية، شغالة معيدة في الجامعة، عملت لوحة تانية برضو ليها علاقة بداون سيندروم، وان هم زي يعني عايزة أعرف العالم عليهم من خلال اللوحة. بتكشفي المعاناة اللي جوه من خلال صورة ورسمة، مش معاناتهم بس، ان هم يعني أفراد في المجتمع، وفي نفس الوقت ليه بنقول عليهم منغوليين، أو ليه بنقول عليهم انه منبوذين، أو ده بركة أو كده. لا، في جماليات تانية نقدر نشوفها، ان هم بيحبوا الرسم على فطرتهم، علاقاتهم مع بعض جميلة. انت كان ليكي حكاية مع أم كلثوم في لوحة، ليه كنت عايز توصلي؟ يعني أنا شايفة أن دايما رأسها مرفوعة، مساحة الرقبة شامخة لفوق، هل يا ترى زي ما أنا حسيت الصورة ده حقيقي وصوتها عالي؟ يعني أنا حاسة من غير ما يبقى في الصورة صوت، في صوت عالي موجود في الصورة. ليه اللقطة دي تحديدا أنت حبيتي ترسميها؟ كانت فترة برضو كنت أنا مهتمة قوي، كنت قعدت أعمل سيرش عن السيدات، أو إن هما يعني إزاي في رموز. رسمت وقتها برضو يعني أم كلثوم، عجبتني قوي دي الصورة الفوتوغرافية ليها، وإن هي يعني لقطة الحالة بتاعتها، مش مجرد هي دايما كانوا بياخدوا لها لقطات من بعيد ما بنشوفش ملامح وشها، يعني هي حالة أو شكل معين، ستايل عملته لنفسها. وقدمتي الحالة دي من خلال صورة، لدرجة ان انا حاسة ان صوتها عالي وبيجلجل حتى لو ما فيهاش صوت. طيب استاذة منى، الفنانات انت يعني بعيدا عن الجوائز اللي انت اخدتيها، لانك ما شاء الله زي ما قلنا عندك عيلة من الجوائز، ان شاء الله يكبروا ويكتروا، بس هل فعلا ان من الصعب الفنانة الست
تلاقي مكان تدخل فيه زي ما بيدخل الفنان الراجل؟ تدخل ايه؟ مكان؟ في مجال الحياة الفنية، سواء كانت معارض او يبقى فيه اقبال على اعماله او يبقى متحرك بشكل اكتر او حرية اكتر. الست اخد حقها كفنانة؟ بس هي ليها بيتها وليها يعني شغلها، في برضو حاجات بتواجه ده، يعني ده بيعطل شوي. لكن هي قوية او يعني تقدر تتحدى ده او تقدر تخش في مجال. وانا عرضت في معارض كتير، وفي لوحات ليا اتعرضت في معرض في ايطاليا، وفي يعني لا، وفي فنانات برضو اثبتت نفسها في المجال الفني. بس الدخول سهل؟ الدخول سهل، بس يعني عايز تفرغ او عايز طب شايفه الصوره اللي قدامنا دي؟ صوره العيله. العيله. ايه الحكايه اللي ورا الصوره دي؟ الحكايه دي انا كنت عايزه اشارك بيها فيها في مسابقه ضي للشباب العربي. كنت محتاره ابدا اعمل ايه. ف انا بدور دايما في المواضيع اللي هي عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا العاديه. ايوه. فاحنا دايما دلوقتي مفتقدين اللمه دي. كلنا ماسكين موبايلاتنا لمي على اكل مصريه اصيله على الارض. احنا هي دي لازم كده. أيوة. تبقى كده. بس فكانت هو ودي برضو قراءه الفنجال. الفن بالنسبه لك ايه؟ كلمه. حياتي. حياتها. الفن بالنسبة لك دكتور؟ كلمة. حياة. أمنية؟ الطريقة اللي بعرف أعبر بيها عن نفسي. تعافي. ثلاث نماذج اللي موجودين معانا النهاردة زي ما قلنا رحلة فن، لكن ناجحة جدا ومؤثرة جدا. أنا بقول لكم لو سمحتوا أرجوكوا اتفرجوا على الرسم ده، وده نوع من أنواع الدعم. والصور دي والمعرض مفتوح مستقبلكم طول الوقت. بنشكركم ان انتوا شرفتونا جدا. دكتورة زينب شكرا. أستاذة أمنية شكرا. أستاذة منى شكرا. الفنانات المصريات مدعال الفخر. خلصت حلقتنا النهاردة. خلاص حديث القاهرة بكرة إن شاء الله أربع خميس جمعة يقابلكم زميلي العزيز الكاتب الصحفي الكبير والمفكر الأستاذ إبراهيم عيسى. والأسبوع اللي جاي كله من السبت للثلاث معاكم زميلي العزيز خيري رمضان. وأرجع أقابلكم أنا إن شاء الله يوم الحد اللي بعد. تصبحوا على خير.